لما اجي اتكلم على الويست، في خمس طاقات بتخرج منك، ثلاثة بدون وعي واثنين وعيين. فانا هبتدي هقول اللي غير وعيين الاول، واقول لك مثال عشان تقدر تتحكم فيهم. احد الطاقات اللي انت بتعملها unconscious يعني بدون وعي منك، انك تفكر مستقبل او ماضي، خلاص بعيد عن الان. فالطاقة اللي انت فكرت فيها او الافكار ديت ما بتلاقيش انها تتجسد وتظهر في المكان اللي انت قلت عليه مستقبل والماضي، خلاص. فبتضطر تقف وتتخزن في الجسم لغاية ما تلاقي الزمن اللي اسمه مستقبل او ماضي تتجسد فيه، وبالتالي لن تجد هذا المكان ابدا وهذا الزمن ابدا، فهتدنها متجسدة في جسمك الى ان يأتي وقت تفهم انت وتطلعها من جسمك ناو الآن. لذلك كل طاقة بتخرج منك out of the now، انت يعني خارج الآن، يعني out سواء مستقبل او ماضي، انت دي بتتجسد في جسمك ملهاش مكان، وقدنها قاعدة معاك لغاية ما تلاقي كلمة مستقبل او ماضي، وده مش موجود اصلا. انت فاهم ان الزمن دوار، يعني هو كله الآن. فخلي بالك من النقطة دي. دي احد ادوات رفع اهتزازك اليومي ايضا، ماشي. ولو حصل الكلام ده العلاج بتاعه تعمل فيه ايه؟ كمان دي كده يعني I am releasing، انا اتقلص واستدعي هذه الافكار من التجسد او انها تظهر تماما، وارجعها القالب بتاعي نيوترال زي ما كانت. لما قلتش الكلمتين دول اذا الكلام رايح وهيتجسد. فخلي بالك من اخر كماند ده. انا لا اريد تجسيد هذا، وانا استدعي الطاقة بتاعت هذه الكلمات وارجعها تاني للقالب بتاعي نيوترال محايدة بيور قبل ما تفكر، وانتهينا. فاهمين دي؟ هذه أول نوع من الـ unconscious، خلاص. نخلي فيديو تاني بقى للكلام ده. السلام عليكم.